مساء الخير. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم من المملكة المتحدة، حيث بتعتزم شركة بيجو الاستغناء عن حوالي 700 وظيفة بمصنعها بشمال إنجلترا. هالخطوة كانت قد بدأت السنة الماضية عند إعلان الشركة بتشرين الأول أنها رح تستغني عن 400 وظيفة من أجل تحسين القدرة التنافسية لإنتاجية المصنع. وفقا لمعهد التمويل الدولي، ضخ المستثمرين الأجانب 235 مليار دولار بأسواق الأسهم والسندات للاقتصادات الناشئة يلي شهدت نمو قوي العام الماضي. هالأمر سمح للدول النامية إضافة 130 مليار دولار إلى احتياطاتها من العملة الصعبة، وتقدمت آسيا على المناطق الأخرى لتشكل حوالي نصف الرقم الإجمالي. وننهي مع شركة جو برو يلي قررت إنهاء قطاع الطائرات بدون طيار درونز، إضافة إلى إعلان الشركة عن تسريح 20% من الموظفين. كذلك بظل تقارير بترجح فرضية بيع الشركة خصوصا بعد انخفاض الطلب على منتجاتها. سبق وكان للشركة حوالي 1250 موظف بأيلول الماضي، لكن حاليا أصبح عدد الموظفين أقل من 1000. ووفقا للشركة صنفت طائراتها ثاني أفضل الطائرات مبيعا، لكن مجموعة من التشريعات المحددة بأوروبا والولايات المتحدة إلى جانب سوق بتكتر فيه المنافسة أثر سلبا على مبيعات الشركة. هذه كانت أخبارنا لليوم، أنا بشوفكم بكرة.